وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا ومرحبا بك أستاذ باسل. بداية، قائد عسكري أمريكي يقول إن بلاده لن تدعم ميليشيا سوريا الديمقراطية إذا تحالفت مع الأسد. برأيكم هل من الممكن أن تتخلى الولايات المتحدة عن حليفها؟ تحية لكم مشاهديكم الكرام. الحقيقة نعم، الولايات المتحدة فيما لو تحالفت قوات ميليشيات الكردية التي كانت تدعمها مع الأسد وهو ضمنيا يعني تحالفها مع روسيا وإيران، هي لن تكون في موقف يسمح لها باستمرار الدعم لهذه الميليشيات، وفي هذه الحالة ستكون هذه الميليشيات هي التي تخلت عن التحالف وليس الولايات المتحدة هي التي تخلت عنها. ونحن نعلم أنه قبل بدء عمليات الدعم والتحالف بين الولايات المتحدة وهذه الميليشيات، كانت هذه الميليشيات قد زارت روسيا وفتحت هناك مقر رسميا باسم روجافا اوفيس، لكن مع الوقت لم تستطع ان تحصل على روسيا ما تريد، ثم فعادت الى الولايات المتحده وجرت مجموعه طويله من اللقاءات انتهت ببدء هذا التحالف الذي يمكن ان ينتهي بسهوله في حال لو مالت هذه الفصائل او هذه الجماعات التحالف مع النظام او مع الروس. طيب، يعني لماذا اختارت ميليشيات سوريا الديمقراطيه خيار النظام السوري وهو يتعارض مع مشروعها الانفصالي؟ يعني لأن أفق أو ما يحتاجونه من التحالف الحالي القائم مع الولايات المتحدة وصل إلى حد طريق مسدود. تركيا مصرة على مسألة الدخول إلى شرق الفرات، مصرة على أن لا تكون هناك قوة عسكرية سوى القوة التي تفرضها تركيا، مصرة على تفكيك هذه التنظيمات، مصرة على وضعها على قوائم الإرهاب، والولايات المتحدة لا تريد أن تضحي بالعنصر التركي أو بالعامل التركي في مقابل العلاقة مع الأكراد، ولذلك هي نصحت الأكراد بالاستجابة لطلب التركي نسبة بما حصل، يفككوا منظماتهم ويسلموا أسلحتهم ويعودوا إلى منازلهم. الأكراد في تلك المنطقة يحاولون تحقيق مكسب آخر وهو الحفاظ على جزء كبير من المناطق التي يسيطرون عليها، ويريدون إقرارا سياسيا أو مكسبا سياسيا يتعلق بالسماح لهم برفع علمهم الخاص وبلورة حدود الدولة ولو مؤجلة في تلك المنطقة، وهذا أمر لا يبدو أن الولايات المتحدة من مقدورها أن تسلمهم إياه، ولا يوجد أي قوة إقليمية في المنطقة تدفع بهذا الاتجاه. طيب، كيف ترون الموقف التركي من هذه الخطوة فيما لو اتخذتها ميليشيا سوريا الديمقراطية؟ يعني هل سيكون شكل الصراع في الشمال على حاله أم أنه سيختلف حينها؟ يعني كل الخطوات التي يمكن أن تأخذها الميليشيات الكردية في حالة كل السيناريوهات المتوقعة بالنسبة لها أو المطروحة الآن هي ليست سيناريوهات سهلة أو ذات نهايات سعيدة بالنسبة لها. هي مضطرة للتراجع إلى مسافة ليست قصيرة عن المناطق الأساسية، هي مضطرة لتسليم أسلحتها. حتى الاتفاق مع النظام اشترط على هذه الميليشيات أن تندمج في وزارة الداخلية التابعة للنظام والجهة العسكرية أيضا وزارة الدفاع وأن تسلم أسلحتها للنظام. وبالتالي حتى الخيار الآخر اللي هو خيار التحالف مع النظام ليس خيارا سعيدا أو جميلا بالنسبة لها، وكل الخيارات كما قلت قبل قليل لا تنتهي بشكل أو بآخر بتحقيق ما يصبون إليه. مع إعلان ميليشيا سوريا الديمقراطية القضاء على آخر جيب لتنظيم الدولة، فرنسا، ألمانيا، الدنمارك ترفض طلب ترامب استقبال مواطنيها المقاتلين مع تنظيم الدولة، ما مصير هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم برأيكم؟ هذا أحد الملفات المهمة التي يجري بحثها منذ فترة ليست بالقليلة أبدا، ولا نبدي سرا إذا قلنا أنه على هامش كل المؤتمرات تقريبا التي عقدت بخصوص سوريا وكل اللقاءات الدولية كان هذا الملف حاضرا كملفا جانبيا يناقش في أروقة سياسية وفي لدى الجهات الأمنية من مختلف الدول، مصير المقاتلين الذين انضموا لداعش، وأيضا هناك مشكلة أخرى تتعلق بمصير عائلاتهم. كثير من هؤلاء المقاتلين كونوا عائلات كبيرة حجم في سوريا، وهناك ايضا مشكله كبيره بخصوص مصير عائلات هؤلاء هذه المقاتلين، والاكراد يستخدمون هذه الورقه ايضا من الشاب الكرد اذ يحتجزون ما يقولون انه حوالي 1500 شخص من هؤلاء، وانهم لن يفرجوا عنهم او لن يسهلوا امور ترتيب امورهم حتى يبث في امر مصير الوضع الكردي بحد ذاته. بالتالي هو الملفات الشائكه ولا يوجد الى الان يعني افق واضح بخصوص مصير هذه المجموعات، لكن الحل المطروح الآن هو أنه في حال دخول تركيا إلى شرق الفرات أن تقام هناك معسكرات احتجاز وأن يتم حجز هؤلاء في هذه المعسكرات ليتم دراسة كل حالة بحالتها على حدة.
رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.